نعم. المسألة دي أنا اتكلمت فيها موقف روسيا والصين من القضية السورية، تكلمت في هذه المسألة وقلت بأن سوريا، بأن روسيا والصين دول إلحادية وتبنت صداقات قديمة مع سوريا، وهذه الصداقات وفق منظومة فكرية ومنهجية منذ عشرات السنين من أجل اختراق العالم الإسلامي. فطبعا ولذلك روسيا وقفت في صف إيران، وقفت في صف إيران، ولما فرنسا منعت الخبراء الفرنسيين من مواصلة العمل في المفاعلات النووية الإيرانية، إيه اللي حصل؟ إيران استخدمت واستجلبت خبراء من روسيا أكملوا كل الأعمال التي قامت بها فرنسا. فأيضا روسيا بتقدم كل الخدمات الاستخباراتية والفنية من أجل مساعدة الهند للوقوف ضد مين؟ ضد باكستان. فروسيا دي من أخبث الدول وتاريخها تاريخ حقير. لا ننسى أبدا أن الإمبراطور الروسي كان في حرب مستمرة مع المسلمين في الإمبراطورية العثمانية، وأن أول إمبراطورية صليبية كانت شوكة في ظهر الدولة العثمانية هي الإمبراطورية الروسية. ولنا أن نعلم أن أول من نفذ مسألة الإجلاء القسري للمسلمين في بلادهم هم الروس. ولنا أن نعلم أن عندما قامت الثورة البلشفية في سنة 1917 قتل عدة ملايين من المسلمين السنة في روسيا ودفنوا في صحراء سيبيريا. لك أن تعلم أن الألمان عندما دفعوا بقواتهم نحو روسيا، الروس جعلوا من المسلمين حوائط بشرية يتلقوا ضربات النازيين. فروسيا دي مجرمة يعني. لا، ربنا يحفظك إن شاء الله، إن شاء الله. لأن هؤلاء الناس ليسوا كبارا وإنما هم شياطين، فأنت هتخلي الشيطان يقف وراك؟ لا، اجعل ربك سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك ويؤيدك.